وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح، وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو، وزير الدفاع الوطني السيد غازي الجريبي، وزير الشؤون الخارجية السيد منجي حامدي، وزير الاقتصاد والمالية السيد حكيم بن حمودة، وزير الصناعة والطاقة والمناجم السيد كمال بن ناصر، وزير الفلاحة السيد الأسعد الأشعل، وزيرة التجارة والصناعات التقليدية السيدة نجلة حروش، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد توفيق الجلاصي، وزير التربية السيد فتحي الجراي، وزير الصحة السيد محمد صالح بن عمار، وزير النقل السيد شهاب بن أحمد، وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة السيد الهادي العربي، وزير التشغيل والتكوين المهني السيد حافظ العموري، وزير الشؤون الدينية السيد منير التليلي، وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة السيد صابر بوعطي، وزيرة السياحة السيدة أمال كربول، وزير الثقافة السيد مراد الصقلي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي، وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن السيد رضا صفر، كتاب الدولة كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد أنور بن خليفة، كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية السيد عبد الرزاق بن خليفة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية السيد فيصل قويعة، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة السيدة نايلة شعبان، كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي السيد نور الدين الزكري، كاتب الدولة لأملاك الدولة السيد محمد كريم الجاموسي، كاتب الدولة للتنمية المستديمة السيد منير المجدوب. هذه قائمة الوزراء كما تشوفوا عدد شؤون ما ذكرناش الشؤون الاجتماعية. أي تنعود نذكروها.